حاجة تانية محمد الشناوي ومصطفى شوبير هتكلم بوضوح وبصراحة الشناوي حارس مرمى مصر الأول لا خلاف ولا اختلاف وراجل قدم كثيرا سواء للمنتخب الوطني أو للنادي الأهلي وله مكان ومكانة عند جماهير النادي الأهلي طلع له واحد بيدبدب مصطفى شوبير عمل مستويات خارقة للعادة عمل نجاحات كبيرة جدا جدا جدا. فالجمهور كما يثق في الشناوي يثق في مصطفى شوبير. زي ما بيحب الشناوي يحب مصطفى شوبير يغني لده السد العالي ويغني لده أحسن جول في مصر. طب لما أنت يبقى عندك كده والدنيا ماشية كده ولما يغيب ده ده يلعب ما تقلقش ولما يغيب ده يلعب التاني يلعب ما تقلقش ولو غابوا الاتنين هيلعب حمزة مش هتقلق. هل ده أمر جيد ولا أمر سيء؟ حد يرد عليا. ده يلعب ده ممكن يزعل شويه ده ممكن يزعل شويه دي عادية جدا دي مشاعر بشرية طبيعية جدا. لكن المهم عندي ان انا عندي محمد الشناوي وعندي مصطفى شوبير ومعاهم حمزة ومن وراهم مصطفى مخلوب بعد ما كانوا بيقول لك الاهلي ومشكلة وحراسة المرمى وابو جبل مجاش جاش وبسام ما جاش يا نهار ابيض والدنيا تكتشف ان عندك اتنين عمالقة عظماء خليهم ياكلوا في في التمرين من المستفيد في النهايه الفريق الجمهور النتائج الاداره الجهاز فايه يعني بدل ما نبقى فرحان ان الصراع على رقم واحد واثنين ما بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير سواء في الاهلي او في المنتخب لا اخش في دوشه مع الناس للامانه برضو هنا الجمهور كان له وقفه شديده جدا وقويه جدا لكن في ناس عايزه تنخرب وعايزه تشتغل وعايزه تحط السوس بتاعها، لا يا حبيبي وقفوا عند حده، اقف استنى كده، قف انتباه ان انت في حضره النادي الاهلي مع النادي الاهلي، يقولك لك الشناوي تعاقب، تعاقب ليه الشناوي؟ اصله ما لعبش وما رضاش يقعد احتياطي، مين اللي قال لك انه ما لعبش؟ مين اللي قال لك انه ما رضاش يقعد احتياطي؟ مين اللي قال لك هذا الكلام؟ هناك اختيارات للمدرب والمدرب شاف ان الشناوي بيلعب وماشي زي الفل بعدين قال لك شوبير يلعب وحمزه يبقى موجود على دكه البدلاء خلاص وجهه نظر مدرب لم نشعر باي نقص ولا باي آآ يعني آآ نقاط ضعف بالعكس بنبقى فرحانين جدا ان الشناوي واقف بنبقى مرتاحين جدا ان الشناوي واقف والامر نفسه مع مصطفى شوبير وهيبقى نفسه نفسه مع حمزه وهيبقى نفسه نفسه مع مخلوف لكن دلوقتي هما الاثنين دول اللي موجودين فتبقى انت فخور فرحان بناديك طاير بناديك باللي بتعمل الله واحنا على فكره طول عمرنا باستثناء مرات قليله جدا حارس مرمي منتخب مصر هو مرمي النادي الاهلي يعني على ما اوعى يعني كابتن عادل هيكل وكابتن عبد الجليل حميده وكابتن ثابت البطل وكابتن اكرامي والعبد لله وعصام الحضري ومحمد الشناوي والان مصطفى معاه فطول عمرنا النادي الاهلي باستثناء فترات قليله جدا جدا كان الحارس من خارج النادي الاهلي ومش اول مره يحصل ان ثلاث حراس من النادي الاهلي يروح المنتخب ولكنها هي الظاهره المتكرره للنادي الاهلي 85 86 اكرامي ثابت البطل احمد شوبير لسه المعسكر قبل الاخير للمنتخب الوطني حمد الشناوي مصطفى شوبير وحمزه علاء ومعاهم طبعا ربنا يشفيه ويعافيه المهدي سليمان من نادي الاتحاد السكندري